من أتى بهذا الكون؟ الخنفس الجبار. ها؟ اللي أتى بهذا الكون هو الخنفس الجبار. ما الذي قال له خنفس جبار هذا؟ ما تعرف هل ترك هذا الرسالة؟ أنه هو الذي أتى بهذا الكون؟ هل أنت كافر بالخنفس الجبار؟ آتنا به، ما الذي يثبت؟ هل لديه رسائل أن هناك حاجات؟ نعم لديه رسائل. ما هي؟ فآتنا بها. الخنفس الجبار يدخل جوا عقلك على طول. ما شفناه يدخل جوا عقلك. ويدخل الإيمان إلى 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 قلبك إن كان قلبك صالحا. ما شفته. غير صحيح. لأن قلبك فاسد. لا لن نرى ذلك. بلى. وين؟ القلب لما يكون فاسد لا تستطيع أن تؤمن بالخنفس الجبار. الشمس مين جابها هذا اللي قال لك؟ الخنفس الجبار جابها. القفز الجبار، ممتاز. الأرض يعني كلها جابها قفز جبار، شو اسمه؟ مش خنفس، الخنفس الجبار. الخنفس الجبار. مش الخنفس الجبار. الخنفس الجبار يرفض أنه يعظم بالأل، بألف لام التعريف. لأنه متواضع. ليس متكبر مثل الله. فهمت. القفز الجبار هذا، هل صنع الكلية للإنسان؟ الخنفس الجبار، افهم. ما هذا الخنفس الجبار؟ ما هذا؟ الخنفس الجبار هو الذي تكونت من رذاذ عطسته المباركة هذا الكون. ممتاز جدا. إذا بعطسة أتها كل هذا. طبعا بالحظ يعني. العطسة الأولى عمل فيها الله، والعطسة الثانية عمل فيها الكون. فالله سرق منه الفكرة وبعدين إجا نسبه لنفسه وعمل نفسه إله عليكم. فالناس الصادقين، الناس الأذكياء، الناس العقلاء، الناس الصالحين قلوبهم يعرفون أن الكون كون ونشأ من عطسة الخنفس الجبار. أما الناس الهبل، الناس الأغبياء والناس الحمقى يتبعون الله ويعتقدون أن الله، لأنه هو كذب عليهم وقال لهم أنه أنا خلقت الكون، ويعتقدون أن الله هو الذي خلق الكون. الخنفس الجبار لماذا وضع لنا كل هذا؟ الخنفس الجبار لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل؟ كيف لا يسأل؟ هل ممكن أن يضع لنا الأشجار من أنه يسأل، وأن يأتي لنا بالماء والغذاء، وأن يوفر لنا كل شيء على هذه الأرض؟ الخنفس الجبار أعطاك كل ما تحتاجه في الكرة الأرضية. ما السبب لإعطائنا كل هذا؟ ما السبب؟ الخنفس الجبار لا يمن على أحد بأنه يعطي أي شيء، لذلك لم يطلب من الناس لا عبادة ولا ركوع ولا سجود ولا رفع مؤخرات ولا شيء. إذا كانت كما تتكلم الخنفس الجبار، اتركني شوي، انت تتكلم وتاخذ وقت اكثر من طبعا انا من يعني. انا حر. عندما اتكلم الخنفس الجبار، عندما اتكلم عن الخنفس الجبار تنفتح قريحتي للحديث عن انجازاتي طبعا. وعن عظمتي طبعا. وعن نشاتي وعن تكوين الكون وكيفيه خداع الله سبحانه وتعالى للهبل من الناس وجعلهم تمام. يؤمنون بكائن سخيف تمام. خلاص اختصر، حاول انك انت دائما تختصر في الحوار. لا بس علي. نوصل الفكره باختصار مثل ما انا بوصل عليك. الخنفس الجبار لا تقاطع عشان ما انزلك، اوكي؟ الخنفس الجبار عندما اتكلم عنه تنفتح القريحه، تنفتح ال ياتي الالهام وياتي النشوه للحديث عن ما فعل. بينما الله سبحانه وتعالى إله كسلان، على طول مستلقي على العرش، حاطط رجوله فوق الكرسي، جالس على طول بيقول للناس اعملوا، انا متكبر، انا عندي رداء الكبر، انا جبار. حتى هو من 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 الهبل تبعه سرق كلمة الجبار من الخنفس الجبار ونسبه لنفسه، واضاف اليها 5000 صفة ثانية تبع الثعالب وتبع الحيوانات وتبع هذه الأمور. مرة سمى نفسه بمكار، ومرة سمى نفسه بأنه يستهزئ، ومرة سمى نفسه ما أدري بشو. يعني واحد تعبان جدا صراحة. والناس الهبل الذين صدقوا الله أعتقدوا أنه ممكن أن يكون يعني إله عظيم. كملت كلامك؟ هل استمعت ما قلت أنا ولا كنت؟ لا استمعت بكل تأكيد. أنا كنت في الاستماع وسمعت كل ما قلت. هل دخل الخنفس الجبار إلى قلبك ولا لا؟ هذا الكلام الذي قلته بالكامل بالنسبة لي أنا. انظر، لا تقطعني اسمع علي. لا هيك مو حوار. لا علي، هل دخل الخنفس الجبار إلى قلبك ولا لا؟ الخنفس الجبار الذي تكلم عنه، سألتك سؤالا لم تجبني عنه، لماذا جلبنا لهذه الحياة؟ لماذا؟ هل هكذا فقط؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم لا يا أستاذ، أنا هنا في الحياة أبحث عن لماذا أنا هنا.
الخنفس جبار مثلا على سبيل المثال لم يأمر في يوم من الأيام أن الناس ترفع مؤخرتها إلى السماء. لماذا؟ لأنه عظيم، لأنه حكيم، لأنه رحيم، لأنه جميل، لا يحب مناظر المؤخرات ولا يريد أن تصله لأنك ضربات تفكر في المؤخرة، المؤمنين. هل تعلم لماذا تتكلم عن المؤخرة؟ لأن عقلك محدود فقط في طبعا المؤخرة وفي طبعا النوم على طبعا، البطن أنا ابن وإلى آخره، المساجد، لا أكثر ولا أقل. أنا ابن المساجد، أنا أقول لك بصراحة أنا ابن المساجد، أكثر حاجة شفتها بحياتي هي أنت لست المؤخرات. ابن المساجد، بل والله أنا أنت ابن ابن المساجد، أنا المساجد تربيت بالحب فقط. المساجد، أكثر حاجة عرفت كيف؟ أكثر حاجة شفتها في حياتي هي مؤخرات المؤمنين. أكثر شيء شفته؟ أكثر شيء شفته في حياتي هي لأن عقلك مؤخرات في المؤمنين. المؤخرات فقط، وأي شخص هكذا هو. مسلم، أي شخص مسلم، يعني أي شخص لحظة بيجلس لحظة بتشوف لحظة لحظة مؤخرته، لحظة يعني أنت تشوف لحظة في المؤخرات أنت. لحظة يا عمي لحظة، إذن أي محمد شخص صالح مسلم، للمؤخرات الآن نسميك. لحظة، إذا قاطعت راح أنزلك، أوكي؟ حاول تكون، لا تفضل تجيبها مجيئة المساجد. تفضل، أكثر يلا حاجة يلا. المسلمين يشوفوها بحياتهم هي المؤخرات. لماذا؟ لأنه مثلا أنا جالس في المسجد، ها؟ فاتح كتاب الله سبحانه وتعالى وأقرأ فيه، وأقرأ فيه مثلا، وبحاول أول ما أعمل كده بشوف واحد رافع مؤخرته، أعمل كده أشوف واحد رافع مؤخرته، أعمل كده أشوف واحد رافع مؤخرته، بعد شوية أشوف كل الناس رافع مؤخرتها. هذا هو الشغلة الوحيدة اللي بتشوفها في المساجد. أنت الآن لست رافع مؤخرتك يعني؟ لا من قال هيك؟ من قال؟ أنا بحياتي ما رفعت مؤخرتي. أنت ما بتركز في حالك، تركز في الناس، يعني أنت تنظر طبعا أكيد للمؤخرات. أكيد، إذا لأنه حياتك تعرف كلها في ليش؟ المؤخرات. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ إذا القط اللي يمشي على الأرض لحظة، تشوف تعرف ليش؟ مؤخرته بس. لحظة يا علي، تعرف فهمتك أنا، ليش؟ فهمتك لأن يا أستاذ ببساطة محمد صالح. شديدة أنت لما تكون عايش وسط ناس بهايم فراح تشوف فقط بهايم، أنت لما تكون عايش مثلا بين الخرفان راح تشوف فقط خرفان، أنت لما تكون في المسجد راح تشوف فقط ناس رافعة مؤخرتها، ما في حاجة ثانية تقدر تشوفها. نعم، إذا أنت تأكدت منك أنك تنظر إلى المؤخرات أكيد أكيد وتحب أقول المؤخرات. أكيد، هذا ما مثل ما أثبته الله يعني. سبحانه وتعالى يحب نعم المؤخرات. أثبت أنك شخص تبحث عن المؤخرات فقط لا أكثر ولا أقل، طبعا وعقلك طبعا. ليس به أي شيء من طيب العلم إلا. ممكن تفتح الكاميرا يا علي؟ والله لا، ما بفتح الكاميرا للأسف ليش الشديد، ما خايف على بفتح. شيء؟ لا والله، والله ما هو خوف ولا أي طيب شيء، ولا نخاف إلا من الله عز وجل. رائع جدا. طيب عندك شيء ثاني بدك تقوله ولا خلصت نعم لدي، هذا نعم الكلام؟ نعم لدي. قول شو محمد عندك. صالح، أنت تقول بأنك مش مسلم، كنت محمد مسلم. صالح، اتركك من محمد صالح، عندك شيء ثاني في الشريعة الإسلامية؟ نعم لدي، نعم. قل لي. أنت كنت مسلم صحيح؟ أنا بقول لك الشريعة الإسلامية، اتركك من محمد صالح. بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية ما بدي منك إلا تحية إليك، وإنك تحترم الديانات الأخرى، ومثلا مو مسلمين فقط. عن الشريعة أي شخص الإسلامية، عندك شيء بتقول لي الشريعة فيها الشريعة الإسلامية الإسلامية؟ ستبقى ترعبك وترعب كل الملحدين إلى آخر أيام حياتهم، لأنه هو الحق وآخر الأديان السماوية التي نزلت على الأرض، مين هي ويجب آخر الأديان السماوية؟ هي آخر الإسلام. الأنبياء والرسل هو النبي نشأت. النبي محمد صلى الله عليه النبي وسلم. نشأت، النبي أثبت نشأت. لنا ذلك يا أنا محمد. مش نبي يا عمي، لا تقول لي نبي. من قال لك أنك نبي؟ أنت الآن قلت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا نعم، ولكن لم أقل محمد صالح. ما هو لكن أنا محمد. أنت محمد ولكن لست النبي محمد صلى الله هل عليه النبي وسلم. محمد صالح ولا طالح؟ أنت محمد صالح، يختلف. جاوبني، النبي محمد صالح ولا طالح؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صالح ولا لا؟ أها، بدك أقول لك أنك هو محمد لا، صالح يا يعني أما هو مثلا. صالح أو غير صالح، قل لي النبي محمد صالح ولا لا؟ نعم صالح، نعم. عفارم عليك، شكرا. تتكلم على نفسك يعني على أساس أنك أنت محمد صالح أنا نبي؟ مش نبي يا عمي، لا تقول ما لي تجي نبي. عليك، ما تجي. المهم أنك شو بقول لك، أنت ستعيش أياما قليلة ولن تعيش كثيرا، أوبا، خوفتني من الأيام. ستغادرها رغما عن أنفك. يعني أنت، أنا أنا بشوفك بشوف أن الله، لحظة يا علي، خليني أقول لك شغلة، أنا أشوف الله إلهك هو الآن يتحسر على كمية الغباء اللي عنده، اللي وعدكم فيه بالنصر وكل يوم يطلع كذاب. غير ليش؟ صحيح. لا مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال. أعطيني مثالات في السابق مثل أزل الروم، لما لا أتكلم لا تتكلم عن تقاطع عشان ما الأزياء. نزلك أرجوك.
لا مو الكلام الحقيقي بيوجعك، فهيك عم تقول انت لا هيك نعم أنا بيوجعني، شكرا. عم يوجعك. تمام طيب شكرا. الله سبحانه وتعالى لما يأتي ويقول لكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كذاب، إلا في حالة واحدة صراحة، يا أما لا يوجد مؤمنين بيناتكم ها، أو أنه كذاب. وأنا أعتقد أنك الآن لو سألت أي مسلم يقول لا في بيناتنا مسلمين، في بيناتنا مؤمنين، في بيناتنا صالحين. طب ليش الله ما بينصركم؟ لأن الإله الذي تتبعوه كذب عليكم وعمل فيكم مقلب، وأن إلهكم هذا جعلكم هكذا ناس هبل تصدقون أي غباء. الله تبعكم بحاجة أن الناس يعني يدافعون عنا وينصروا، قال إن تنصروا الله ينصركم. طيب أنت ليش ما جاي رايح تنصر نفسك مثلا؟ لأنه ببساطة شديدة الله يوم ما انضرب في غزة، طبعا قليل من الناس يعرفون هذا الكلام، اللي الله سبحانه وتعالى يوم ما دخل غزة وانضرب في القصف الإسرائيلي في بداية المعركة، اللي صار معاه مع الأسف الشديد ما قدر، ما حدا نصره، لذلك اضطر جبريل وميكائيل ينزلوا ويدخلوا في الأنفاق ويطلعوه، وبعدين هربوه عن طريق سيناء وعن طريق رفح، عرفت كيف، ودخلوا وبعدها صعدوا مرة ثانية للعرش. الله الآن يعني وما يقدر لا ينصركم ولا يعمل فيكم حاجة. تستطيع أن تنكروا هذا الشيء؟ ما تستطيعون. الله سبحانه وتعالى لما بيكون عنده إمكانيات ما بيجي يضرب الكفار، يضربكم أنتم، ضربكم في المغرب، ضربكم في تركيا، ضربكم في أفغانستان، ضربكم في سوريا، دائما ضربكم في أندونيسيا، ضربكم في كل الأماكن. ليش؟ لأنه هو زعلان منكم. أنتم مسلمين ما عندكم عقول تفهموا هذا الكلام، ما عندكم تفهموا أنه ليش الله بيعمل معاكم هذا الشيء. ما أدري. على العموم في مسلمين عندنا، نعم الناس اللي بتكتب رقم 7، أنت إذا ما طالب قيس ما راح يفيدك تكتب لي رقم 7.